بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الأولى بالكورس الثاني لموضوع الحرارة هو درجة الحرارة. اسم الفصل درجة الحرارة. راح نحط على الفصل هذا 10 أسئلة إنشائية إثرائية تغطي الفصل كله. مطلوب من عندكم قراءتها والتهيئة للإجابة عليها، وأن يكون موعد تسليمها بعد أسبوع من محاضرتنا هاي، يعني التسليم يكون ب 13 نيسان 2020. بالبداية الفصل علينا أن نعرف ما المقصود بدرجة الحرارة. ما المقصود بدرجة الحرارة؟ يعد مفهوم درجة الحرارة من المفاهيم الأساسية بالفيزياء، حال حال أي مفاهيم أخرى عرفتوها كالقوة، الكتلة، الطاقة، السرعة، الإزاحة وهكذا. هاي درجة الحرارة تكون مرتبطة بسخونة أو برودة الشيء، لذلك عندما نلمس شيء نقول عليه هذا حار هذا بارد بناء على ردة الفعل اللي راح تكون عندنا مع ذلك الجسم الملموس. درجة الحرارة هي عبارة عن رقم يشير إلى سخونة أو برودة الشيء. أكو هنالك أسس على ضوءها يتم قياس درجة الحرارة، وهنالك العديد من المحاريث المتوفرة مثل مجموعة محاريث سوف نتحدث عليها بعد قليل، لكن جميع هذه المحاريث لها أسس لقياس درجة الحرارة من خلالها، وهي اختيار المادة المحرارية المناسبة واختيار الصفة المحرارية المناسبة لتلك المادة واختيار المدى المناسب لدرجة الحرارة التي يراد قياسها، وأخيرا الافتراض بأن الصفة الحرارية المختارة تتغير باستمرار مع تغير درجة الحرارة. لذلك هنالك علينا أن نعرف مجموع مقاييس لدرجة الحرارة، مجموعة مقاييس لدرجة الحرارة. المقياس الأول هو المقياس السيليزي ويطلق عليه المقياس المئوي، أما الثاني المقياس الفهرنهايتي يرمز له برمز F فهرنهايت، المقياس الثالث هو المقياس الجلفاني كي كيلفن.
لو نجي نباوع على السلايد التاسع نشوف هذا الشكل رقم واحد يمثل تخطيط مبسط للمقاييس الثلاثة. لو نجي نباوع عليها نشوف نقطة الغليان بالوسط، نقطة الانجماد بالأسفل، الصفر المطلق، وكيف تساوي أحد هذه المقاييس بالمقاييس الأخرى. يعني صفر المطلق يقابل صفر كلفن يقابل أرقام تلاحظها على شكل ما يقابله بالفرنهايتي، ما يقابله بالمئوي، وهكذا. لكن شلون احنا نقدر نغير ونحول بين وحدات درجة الحرارة ذني الثلاثة من وإلى الأخرى؟ أكو هاي معادلة موجودة عندكم، اللي هي C ناقص 0 على 100 يساوي لنا K ناقص 273 على 100 ويساوي F ناقصا 32 على 180. هاي المعادلة من خلالها نقدر نطلع مجموعة علاقات ثنائية بين وحدتين. لو نلاحظ المعادلة رقم 5 راح نشوف هاي المعادلة تربط بين، إذا أنا عندي درجة حرارة مئوية أقدر من خلالها أحط قيمة الدرجة الحرارة المئوية مكان C وطلع قيمة F. أما المعادلة 6 توضح لنا العلاقة ما بين درجة الحرارة بالمقياس السيليزي والفهرنهايتي، فإذا كان عندي الفهرنهايتي أحطها بمكان F أقدر أحصل على قيمة درجة الحرارة اللي تحت القياس اللي هي المئوية. وهكذا المعادلة 7، شوف المعادلة 7 تربط ما بين K و C، فإذا كان عندي C أقدر أطلع K اللي هو كلفن. معادلة 8 تربط بين C و K، فإذا كان عندي درجة بالكلفن أقدر أطلع عليها بالسنتيغريت الدرجة المئوية. لأن كل هذه المعادلات إلها علاقة بالمعادلة الرئيسية العامة رقم واحد، فهي معادلات ثانوية. نعم. المعادلة 9 تربط ما بين درجة حرارة كلفن والفهرنهايت، فإذا كان عندي كلفن أقدر أطلع فهرنهايت. المعادلة 10 تربط ما بين كلفن والفهرنهايتي، فإذا كان عندي الفهرنهايتي أقدر أطلع بها كلفن. إذن هنا أنا ذني المعادلات إما تحفظهن واحد واحد كالعلاقات الثنائية بين مقياسين، أو تحفظ المعادلة العامة وتحتاج أن تتعلم كيف الصيغ الرياضية. ثم لو نجي نباوع على التمدد الحراري، إن درجة الحرارة هاي ممكن أن تؤثر على المواد الصلبة والسائلة والغازية ويصبح بيهن عامل يسموه معامل التمدد. التمدد الحراري بالأجسام الصلبة هنالك أنواع من عنده. لو أجي باوع السلايد العاشر، التمدد الحراري تمدد الأجسام الصلبة، أول تمدد هو التمدد الطولي، أرمز لي برمز ألفا. فدلتا أو التغير الحاصل بالطول يتناسب تناسبا طرديا مع درجة الحرارة وطول هذا المادة.
حتى حول التناسب إلى مساواة، فيكون دلتا R يساوي لنا ألفا R دلتا T، حيث ألفا هو معامل التمدد الطولي وهو ثابت التناسب. التمدد الثاني هو التمدد السطحي، التمدد السطحي للمادة الصلبة. لو أشوف شنو معنى معامل التمدد السطحي، أعطي رمز برمز بيتا، بيتا وهو مقدار الزيادة في المساحة لوحدة المساحة عند ارتفاع درجة الحرارة، درجة حرارية واحدة. فقيمة بي أو بيتا موجودة في المعادلة رقم 13، هو عبارة عن بيتا يساوي التغير بالأي بالمساحة على المساحة الأصلية على التغير بدرجة الحرارة. هاي ممكن نقول وسطين في طرفين ونطلع عامل مشترك، أحصل على المعادلة 14 اللي هي أي يساوي أي نوت افتح قوس واحد زائدا بيتا دلتا تي، حيث أن أي نوت وأي هي المساحة الأصلية والمساحة الجديدة عند درجة حرارة تي نوت وتي. بيتا وحدتها هي كلفن ناقص واحد أو سنتيغريت ناقص واحد أو فهرنهايت ناقص واحد، إذن المقياس الدقيس عليه للأس سالب واحد. أكون هناك علاقة ما بين معامل التمدد الطولي ومعامل التمدد السطحي، هي المعادلة رقم 15، إن بيتا يساوي ضعف معامل التمدد الطولي. هاي الحقيقة مطلوب من عندكم كواجب مستقبلي أن تعرفون كيف صارت هاي العلاقة، إن بيتا يساوي 2 ألفا. أما معامل التمدد الحجمي، أما معامل التمدد الحجمي أنطيه بالرمز جاما، أنطيه بالرمز جاما، حيث جاما بالمعادلة 16، حيث جاما تساوي دلتا في على في نوت الكل على بالبسط على دلتا تي. نفس العملية ممكن أنه أني أسويها وسطين طرفين، يكون V تساوي V نوت افتح قوس واحد زائدا جاما دلتا تي. إذن صار عندي معامل تمدد طولي، معامل تمدد سطحي، معامل تمدد حجمي ألفا بيتا جاما. المعادلة 18 تقول لنا بأن جاما تساوي 3 ألفا، يعني معامل التمدد الحجمي يساوي 3 أمثال معامل التمدد الطولي. وهنا أيضا يجب أن تعرف كيف صارت هاي المعادلة رقم 18. عندنا جدول 3 بالسلايد 13 يوضح لنا معامل التمدد الحجمي لبعض السوائل، للجليد، للماء، للزئبق، للكحول، للجليسرين، للزجاج الاعتيادي أو زجاج البايركس. هذا فيما يخص التمدد الحاصل بالمواد الصلبة. أما التمدد الحاصل بالسوائل راح أنطيها بمعامل التمدد الحجمي للسائل، أنطيه برمز إبساي، هذا رمز بالسلايد، هذا رمز اللي هو بالسلايد اللي أمامكم سلايد 13. بساي يسمى بساي، بساي هو معامل التمدد الحجمي إلى السائل، معامل التمدد الحجمي إلى السائل، معامل التمدد الحجمي إلى السائل. بساي تساوي دلتا في إلى في نوت على دلتا تي، هاي معادلة 19 بسلايد 14. هنالك تمدد يحصل في الغازات، أنطيه برمز فاي، هذا سلايد 14. فاي
وفاي هو دلتا في على في نوت الكل على دلتا تي. نفس العملية هاي ممكن أن أقول وسطين طرفين وطلع عامل مشترك أحصل على أن V1 تساوي V2 افتح قوس واحد زائدا فاي T2 ناقصا T1. نفسها فقط قاعد تتغير بعض الرموز لكن الصيغة العامة هي صيغة واحدة. إذن ممكن أيضا نقول V2 تساوي إن V0 واحد زائدا فاي T2 و V1 تساوي V0 واحد زائدا فاي T1. لو نقسم واحد على الثاني أطلع على V2 على V1 يساوي إن واحد زائدا فاي T2 على واحد زائدا فاي T1. هذا فيما يخص التمددات أو كلها فيما يخص أن نفتهم شنو تأثير درجة الحرارة على المواد الصلبة سائلة الغازية، وافتهمنا شنو يقصد بالتمدد الحراري وشنو قوانينها سواء كان بالمواد الصلبة سواء كان بالسائلة سواء كان بالغازية. الآن راح ننتقل إلى أن نعرف ماذا تمثل أو ما هي آلية انتقال الحرارة، ما هي آلية انتقال الحرارة. هذا السلايد رقم 15. آلية انتقال الحرارة تنتقل الحرارة من مكان إلى آخر بإحدى الطرق الرئيسية الثلاثة. واحد التوصيل، اثنين الحمل، ثلاثة الإشعاع. توصيل والحمل والإشعاع. لو أجي على سلايد 16، طريقة التوصيل، إذا لامسنا جسمين فإن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم الأقل سخونة، وبتعبير آخر تنتقل الحرارة من الجسم ذو درجة حرارة المرتفعة إلى درجة حرارة الأقل. هنا راح يكون هذا خاضع إلى شيء، إلى مفهوم يسمى الميل الحراري، حيث هو تغير درجة الحرارة مع تغير المسافة. تغير درجة الحرارة مع تغير المسافة. لو ألاحظ السلايد 18 يوضح هذه الآلية انتقال الحرارة من جسم إلى جسم آخر في خط انتقال الحرارة من جسم إلى جسم آخر، والميل الحراري اللي بيه في حالة أن يكون الجسم معزول حراريا أو غير معزول حراريا. لو أجبوا على رسومات، هذه الرسومات كلش مهمة، الشكل رقم 5 والشكل رقم 6. رقم 5 يمثل الميل الحراري والشكل رقم 6 يمثل خطوط انتقال الحرارة في المادة الصلبة في ما إذا كانت المنظومة معزولة حراريا، هذا كان A، وB فيما إذا كانت المنظومة غير معزولة حراريا. وهاي الشكل رقم 7 يوضح العلاقة بين درجة الحرارة والمسافة لمادة منظومة معزولة A وغير معزولة حراريا B. أشوف بA العلاقة خط مستقيم، بينما بالB علاقة ميل منحني. إذن دلتا تي على دلتا إكس، دلتا تي كابتل على دلتا إكس تمثل الميل الحراري، والوحدة مالته هو درجة مئوية على متر، درجة مئوية على متر أو درجة مئوية على سنتيمتر. هنالك فد مفهوم يسمى التيار الحراري، حيث هو كمية الحرارة دي كيو المنتقلة أو العابرة لمقطع من المادة خلال فترة زمنية دي تي. يعني H اللي هو التيار الحراري H يساوي دي كيو على دي تي،
هاي المعادلة رقم 20، وحتى هو جول، جول على سكند أو كالوري على سكند، يعني وحدة طاقة على وحدة الزمن أو وحدة الحرارة وكمية الحرارة سعرة على الزمن، لأن السعرة والطاقة جول هي أكو فد عامل يحول، يعني هي نفسها طاقة، طاقة أكو عامل هو مكافئ الميكانيكي لجول، رح ناخذه في الفصل القادم. ثم لو نبقى في الموضوع نفسه، السلايد اللي بعده، سلايد 19، شوف يتحدث عن معامل التوصيل الحراري، معامل التوصيل الحراري. لا أريد أفهم ما المقصود بمعامل التوصيل الحراري. الرمز مالته هو كي سب ال، كي سب ال، هذا سب سب كي سب ال، كي سب ال هو معامل التوصيل الحراري، معامل التوصيل الحراري. كيسب المعامل التوصيل الحراري وجد عمليا ان التيار الحراري اللي حكيناه قبل شويه هو اللي هو دي كيو على دي تي يتناسب تناسبا طرديا مع مساحه المقطع العرضي وتدرج درجه الحراره دلتا تي الى دلتا اكس، يعني دي كيو على دي تي يتناسب مع اي دلتا تي على دلتا اكس. وهاي المعادلة 21 هي معادلة حولنا التناسب بها إلى مساواة، حولنا التناسب بها إلى مساواة وحطينا ثابت التناسب اللي هو كي سب ال، كي سب ال. ثم لو نجي الى المعادلة الى السلايد، سلايد نفسه 17، اشوف هنالك اكو اشارة سالبة، سالبة بالمعادلة رقم 21. الاشارة السالبة تعني ان انسياب الحرارة يكون باتجاه درجة الحرارة الاقل، اي انه كلما زادت المسافة x من المصدر الحراري قلت معها درجة الحرارة t، هذا يجعل الكمية دلتا تي إلى دلتا إكس كمية ذو إشارة سالبة، يعني أن الإشارة السالبة بالمعادلة أعلى تفيد في جعل الكميتين دلتا كيو على دي تي وكي سب أل كميتين موجبتين وتعرف بالموصلية الحرارية، هذا كي سب أل على أنها المعدل الزمني لانسياب الحرارة خلال المادة وحدة المساحة لكل وحدته تدريج حراري. ومن الصيغ الأخرى للمعادلة 21 ممكن أن نكتب المعادلة 22 اللي ممكن نسميها بمعادلة أو بقانون فوريير. طبعا وحدة قياس كي سب أل هي عبارة عن وحدة الطاقة، وحدة الطاقة على سكند متر كلفن، أو وحدة الطاقة على متر كلفن. سلايد اللي بعده، بعد ما افتهمنا التوصيل طرق انتقال الحرارة بالإشعاع، طرق انتقال الحرارة بالإشعاع، وقبلها كان طرق انتقال الحرارة بالحمل، بالحمل
حيث يعرف الحمل على أنه طريقة انتقال الحرارة من مكان إلى آخر خلال السوائل أو الغازات، وذلك بحركة جزيئات مادة الوسط نفسها من مكان إلى آخر. أكو هنالك نوعين من تيارات الحمل، تيارات الحمل الطبيعية وتيارات الحمل الاضطرارية اللي ممكن أن تكون مثل مروحة أو مضخة تدفع الهواء إلى الأمام أو الـ air condition السبلت وهكذا. معامل الحمل الحراري H، معامل الحمل الحراري H ممكن نعبر عليها بالمعادلة 23، إن H small يساوي H capital sub C A delta T، حيث H sub C هو تيار الحمل وA المساحة ودلتا T الفرق بين درجة حرارة السطح والمائع. شكل 8 لو تباعه هو يوضح ظاهرة الحمل في السوائل، هذا ممكن نفس الراديتر مال السيارة، الراديتر مال السيارة ينقل الحرارة ويداورها. طريقة الإشعاع، طريقة الإشعاع، الوسيلة الأخرى لانتقال الحرارة هي طريقة الإشعاع، حيث يتم انتقال الحرارة خلال الفضاء بطريقة الإشعاع، ويقصد بالإشعاع أيضا الانبعاث المتواصل للطاقة من سطوح الأجسام المختلفة إلى الأجسام الأخرى الأقل درجة حرارة، مثل ما موجودة بالطاقة الكهرومغناطيسية أو طاقة الشمس أو طاقة اليوفي. الكواكب والشمس تصدر إشعاع ينتقل هذا خلال الفراغ الشاسع، يحتاج إلى وسط مادي لتصل إلى الأرض. فلو فرضنا أن جزء الطاقة الذي يمتص من قبل الجسم هو A وجزء الذي ينعكس هو R، فإن الممتص زائدا المنعكس هو 100% اللي هو 1. هاي المعادلة رقم 24، معادلة رقم 24 بالسلايد 21. وفي حالة التوازن الحراري اللي يبقى درجة حرارة الجسم عندها ثابتة، فإن الجسم يشع كمية من الطاقة الحرارية مساوية إلى الكمية التي يمتصها، أي إن قابلية الإشعاع E تساوي قابلية الامتصاصية R، وفي هذه الحالة يكون عندنا المعادلة رقم 25، إن A يساوي إن E. الشكل بالسلايد 22، شكل رقم 9، يوضح الجسم الأسود. المعادلة 26 تمثل 26 و27 قانون ستيفن بولتزمان، قانون ستيفن بولتزمان للجسم غير الأسود، ممكن نكتبه بالصيغة رقم 27، R يساوي إن E A T أس 4، يعني E هنا هي القابلية الإشعاعية للجسم، أما دلتا Q الحرارة، كمية الحرارة المنبعثة من الجسم الساخن إلى الأجسام الأخرى الأقل. إذن ممكن نعبر عليها بصيغة أخرى، أن دلتا كيو تساوي أن دلتا أي تي أس 4 ناقصة تي نوت أس 4 الكل مضروبة في الزمن تي. هذا فيما يخص آلية انتقال الحرارة بشكل مختصر. الآن علينا أن نفتهم بالسلايد اللي بعده، هو شنعرف احنا عن درجة الحرارة الواطئة وكيف نصل إليها، وين يتم استخدامها. نعم،
السلايد 23 يوضح لنا درجة الحرارة الواطية يطلق على العلم اللي يهتم بدراسة الخواص الفيزيائية للمواد اللي درجة حرارتها الواطئة بعلم الزمهرير وغالبا ما نطلق على درجة حرارة الواطئة هي درجة حرارة اللي تكون قيمتها أقل من 100 كلفن أما اللي تكون أعلى من 100 كلفن درجة حرارة العالية وليس الواطية. يعني 300 كلفن مثلا هي درجة حرارة الغرفة تقريبا. درجة حرارة الغرفة 300 كلفن تسمى درجة الحرارة العالية. حتى نحصل على درجة حرارة واطية يجب أن نستخدم عديد من الطرق تستند جميع هذه الطرق على فكرة واحدة. وهي يجب سحب جزء أو كل من الطاقة الداخلية للمادة المراد خفض درجة حرارتها. يعني طريقة التبريد المستخدمة في الثلاجات ومكيفات الهواء هي استخدام الضغط في درجة حرارة الاعتيادية فقط، حيث تكبس غازات مثل الأمونيا والفريون بمكبس فيؤدي ذلك إلى رفع درجة حرارتها، يعني تسخن فوق درجة حرارة المحيط، ثم يتم تبريدها إلى درجة حرارة المحيط. وبما أن هذا الغاز واقع تحت تأثير ضغط راح يؤدي إلى تحويله إلى سائل، ثم يسمح لهذا السائل أن يتمدد ويتبخر فتنخفض درجة حرارته، مما يؤدي إلى سحب حرارة من المنطقة المحيطة به مؤديا إلى خفض درجة حرارته، ومن ثم يعاد الغاز إلى المكبس ثانية لإكمال الدورة الجديدة. وبهذه الطريقة يقوم الغاز بنقل الحرارة من الجزء المراد خفض درجة حرارته إلى المحيط الخارجي. يعتمد طريقة تحويل الغاز إلى سائل من الطرق، وتعد هذه من الطرق المستخدمة على نطاق واسع في الحصول على درجة الحرارة المنخفضة. بالمناسبة تشترك هذه الطرق المختلفة بما يلي: 1- خفض درجة حرارة الغاز المراد تسييله، 2- زيادة الضغط المسلط عليه. وهنا يجب تبريد الغاز المراد تحويله إلى سائل إلى درجة حرارية أقل من درجة حرارة الحرجة، وتعرف بالدرجة حرارة الحرجة للغاز بأنها الدرجة الحرارية التي لا يمكن تسييل الغاز فوقها مهما بلغ الضغط المسلط عليه. وهنا مفهوم آخر يسمونه الضغط الحرج، وهو أقل قيمة للضغط اللازم تسليطه على الغاز المراد تسييله عند درجة حرارة الحرجة له. وكل ما انخفض درجة حرارة الغاز المراد تسييله إلى ما دون درجة حرارته الحرجة سهل تسييله وقلت قيمة الضغط الذي يجب تسليطه. لو أجي أباوع جدول رقم 5 بالسلايد 24 يوضح أن درجة حرارة الحرجة والضغط الحرج لمجموعة من الغازات. أما جدول رقم 6 ينطيني درجة حرارة الغليان ودرجة حرارة الانجماد لبعض السوائل. فسائل غاز الهيليوم وسائل غاز النيتروجين وسائل غاز الهيدروجين وسائل غاز الأكسجين كل واحد منطيك درجة حرارة الغليان والانجماد للغازات المعروفة. لهنا نتوقف بمادتنا على أمل أن نبلش بالسلايد اللي بعده اللي هو سلايد رقم 25 بمسائل الفصل الأول. هذا نجيها بالأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لإصغائكم. مع العلم أنه هنالك أسئلة، 10 أسئلة مطلوب حلها شرحية اللي هي تتضمن محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة. مع السلامة.